هشام مراسل قناة النادي الأهلي من مقر إقامة النادي الأهلي في برج العرب قبل التوجه إلى اللقاء. زميل أمير، برحب بيك الأول طبعا معانا في قناة النادي الأهلي، وعايز أسألك إيه آخر أخبار معسكر النادي الأهلي، آخر الكواليس هناك، التشكيل المتوقع بالنسبة للنادي الأهلي، أبرز الغيابات عن التشكيل. أيضا عايز أسألك عن الحالة العامة بالنسبة للاعيبة النادي الأهلي، أنت شايف من خلال وجودك معهم الحالة العامة في التركيز، في فرحة، في نشوة، كل الحالة، يعني قول لنا آخر الأخبار بشكل عام عندك في معسكر النادي الأهلي. تحياتي ليك يا محمد، وتحياتي لضيوفك، وايضا تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. خليني طبعا اكد النهارده اكيد مباراه قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي امام فريق سموحه، مباراه مهمه جدا خصوصا في ان هي في قبل نهائي بطوله كاس مصر، وهي بطوله مهمه بكل تاكيد لكل جمهور النادي الاهلي، وغايبه بشكل كبير بقى لها فتره عن دولاب بطولات النادي الاهلي. لكن خليني بالتحديد اتكلم عن اجواء المعسكر، وبالتحديد منذ وصول الفريق اول امس مساء لمقر الاقامه القريب من ملعب او استاد الجيش ببرج العرب. اجواء يمكن جيده بشكل كبير، متواجد ايضا في نفس المقر الاقامه الخاصه بالنادي الاهلي فريق سموحه، في طبعا تجمعات بتحصل ما بين اللاعبين سواء فريق سموحه وفريق النادي الاهلي، خصوصا في بعض الصداقات بين الفريقين، خصوصا احمد نبيل مانجا، ايمن اشرف من سموحه، حسين السيد، عمرو جمال من النادي الاهلي. اجواء يمكن جيده وروح رياضيه جيده ما بين اللاعبين قبل انطلاق هذه المباراه الهامه. ايضا خليني اقول لك ان متواجد في نفس مقر الاقامه الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول، واللي اكيد هيتابع هذه المباراه من خلال المدرجات. النادي الاهلي استعد طبعا من خلال مران مهم جدا بالامس، كابتن حسام البدري يمكن استقر بشكل كبير على التشكيل اللي هيبتدي بالمباراه من خلال هذا المران، بالتالي لاعبي النادي الاهلي جاهزين بشكل كبير لاداء هذه المباراه، واكيد جاهزين للفوز ان شاء الله النهارده على فريق سموحه في مباراه اكيد مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. لكن لو هنتكلم بالتحديد يا محمد عن تشكيل فريق النادي الاهلي اللي ممكن يبتدي المباراه النهارده هيعود في حراسه المرمى شريف اكرامي، بكل تاكيد هيكون متواجد كحارس النادي الاهلي في مباراه اليوم. في خط الدفاع رامي ربيعه بجواره محمد نجيب بعد تاكد جاهزيته التامه خلال التدريبات الثلاثه الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي، واصبح جاهز بشكل كبير للعوده لدفاع او خط دفاع النادي الاهلي. ناحيه الشمال هيكون متواجد علي معلول، ناحيه اليمين متواجد باسم علي، في نص الملعب حسام عاشور وعمر السوليه، وامامهم ثلاثي كل من عبد الله السعيد، طبعا جونيور اجاي، مؤمن زكريا، وعمر جمال. يمكن هي النقطه لسه ما تمش الاستقرار بشكل كبير، هل هيبتدي جونيور اجاي كمهاجم بالنسبه للنادي الاهلي مع وجود عمر جمال في دكه البدلاء، ويكون متواجد صالح جمعه مع عبد الله السعيد في طبعا كصناع العاب بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ام هيبتدي كابتن حسام البدري بعمر جمال كمهاجم وحيد. خلال مران الامس كابتن حسام البدري اعتمد على عمرو جمال في التشكيل الاساسي، لكن لسه من الوارد ان مستر او كابتن حسام البدري يغير قراره ويبتدي بجونيور اجاي خلال التشكيل الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي. لكن بشكل عام الامور ماشيه بشكل جيد جدا بالنسبه للاعبين، ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يكون موفق خلال مباراه النهارده ويقدر ان هو يفوز ويوصل للدور النهائي من بطوله كاس مصر. لو في اي استفسار يا محمد اتفضل. شكرا زميلنا أمير هشام مراسل قناة نادي الأهلي من مقر إقامة